هل لبس الخف للمرأة جهلا من محظورات الإحرام؟ نعم. امرأة لبست الخف في العمرة جاهلة ماذا عليها؟ لا بأس على المرأة ولو لم تكن جاهلة أن تلبس الجوارب على رجليها وتلبس الستر على جسمها والثياب، لأنها عورة، فلا مانع أنها تلبس على رجليها ما يسترها من الخف أو من الجوارب، إنما الممنوع أنها تلبس على يديها القفازان، القفازين وهما جوارب اليدين، هذا ممنوع، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما لبسها على رجليها فلا مانع، بل هذا أحسن لأنه يسترها. نعم.